وعلامة ثقافية غرست في تقاليدنا، والعاملين في هذه الصناعة يشعرون بالسعادة لمواصلة العمل متحملين عناء حرارة فرن تصل إلى أكثر من 1000 درجة مئوية ليقاوموا خطر انقراض هذه المهنة. ومدينة الخليل أكثر المدن الفلسطينية شهرة بهذا النوع من الفنون. اليوم رح نحكي عن فن صناعة الزجاج، تابعونا. مهنتك هاي بفن صناعة الزجاج؟ طبعا صناعة الزجاج صناعة قديمة، صناعة صعب جدا انه الواحد يتعلمها، وسنين كثيرة من التمارين والهذا، وحرفة لازم يكون يهواها البني ادم عشان يتعلمها. زي ما انتم شايفين هون بنسهر الزجاج على درجة حرارة 1200، بصير الزجاج سائل بالشكل بواسطة المواسير هدول والملائط، وبعد ما تنتهي القطعة بنحطها بفرن ثاني علشان تبرد شوي شوي. والشيء الأهم بالشغل هاي هو تشكيل اللي يتعلم، إنه يتعلم الحرف الواحد، يعني بده سنين طويلة عشان يتعلم. خلينا بداية نتعرف على حضرتك، كم سنة صار لك بهاي المهنة؟ أنا صار لي 22-23 سنة بشتغل بهالشغلة هاي. قديش كان عمرك؟ لما بديت أتعلم بالشغلة هاي كان عمري 6-7 سنين، كنت أشوف أتفرج على الوالد كيف بيشتغل. قعدت سنين وأنا أتفرج عليه عبين ما كيف بيسوي وكيف بيعمل، وبعدين بديت شوي شوي وبلشت أشتغل لما كان عمري 18. طبعاً لما كان عمري 18 ما كنت أشتغل الشغل اللي بشتغله اليوم، كل يوم عن يوم بتعلم أشياء جديدة البني آدم. إيش اللي خلاك تحب هاي المهنة؟ خلص زي أي حرفة تانية، هذه حبيتها وحبيت إني أتعلم بالرغم عن المشاقة وصعوبتها والحم اللي فيها. شو الصعوبة اللي بتواجهها بهاي المهنة؟ طبعاً القعدة قدام الفرن، الحم، برضه شغلة متعبة مش شغلة هينة، ولو إنه على الإيدين على بدا الواحد لازم يصبر قدام الفرن. طيب شو الآلات اللي بتستخدمها بهاي الحرفة؟ ما فيش ولا آلات، بس ماسورتين والملائط هدول اللي بنشوفهم. بعرف إن المقبض والأنبوب اللي بيتم النفخ. أيوة الأنابيب هدول والملائط. هذه الحرفة اليدوية صناعة الزجاج، الطريقة الأولى لصناعة الزجاج، هي يعني أول طريقة استخدموها الفينيقيين لصناعة الزجاج. قديش فيها فن هاي الحرفة؟ كلها فن من بدايتها لنهايتها. طيب تجيك تصاميم معينة بيقولوا لك مثلا عملنا التحفة الفلانية مثلا، أوكي؟ إنه كيف أنت بتقعد تنفخ بالأنبوب وتتخيل الشكل هذا، ولا في طريقة معينة بتبلش فيها من الألف إلى الياء مثلا، هي تقليدي ولا فيها فن أكثر؟ هي على الجهتين، يعني لا فن، ولازم الواحد يبدع فيها، لازم يطلع من يفكر بالأشياء فيها. يعني أنا حتى لما أكون في البيت ببقى أفكر في الأشياء، اللي بكتر حب للشغلة هاي ببقى أفكر للشغلة في لتاني يوم شو اللي بدي أسويه والأشكال التانية اللي بدي أسويها، علشان هيك بنجح البني آدم بالشغل طبعا. صحيح. طيب قلت لي بتشتغل ساعات طويلة هون؟ 7-8 ساعات كل يوم. يعني حياتك كلها بحد الفرن؟ حياتي كلها أزاز بإزاز. طيب خلينا نحكي عن التحفة نفسها، تحفة قديش بتقعد معك، قديش بتاخد وقت؟ هي علشان لي مدة طويلة بالشغل صارت يعني بدون ما أفكر فيها من 5 دقائق إلى 10 دقائق تحفة بتقعد معي. مهما كانت بالغة الصعوبة بتقعد حسب الشكل اللي بتسويه. التحفة عادة بتطلع من عندك من هون، يعني أنت الوحيد اللي بتشتغل هاي الشغلات هون، أنت وفي كمان معك عمال. ابن عمي عماد. احكي لنا عنه. طبعا بتكون مسحور زجاج مسحور داخل الفرن، انا بطولها بواسطه المواسير وبشكلها الشكل اللي بدي اياه بنفخها. هلا بفرجيكم كيف بتطلع.
حرارة عالية من خلال استخدام مقابض وأنبوب معدني يتم النفخ به وتحريكه بطريقة يدوية فنية حتى تتشكل القطع الفنية المطلوب تصنيعها لغاية الجمال. بداية يا ريت تعطينا فكرة وللسادة المشاهدين نبذي عن هذا المصنع. بالنسبة لصناعة الزجاج بالخليل يتعود إلى قديم الزمان يعني، وهي صناعة متوارثة من الأجداد للأبناء أو من الآباء للأبناء. ما لا يوجد تاريخ محدد يعني، لكن التاريخ المبين عندنا هو ترجع ل 150 سنة تقريبا. كانت مصانع زجاج بالخليل في وسط مدينة الخليل في منطقة اسمها حارة القزازين، وكان يوجد عدد كبير من هذه المصانع. تقلصت إلى مصنعين في الزجاج في الخليل في الوقت الحاضر. يعني بالفعل لما بنحكي انه كان في موجود حارة القزازين بالخليل، معناته انه الخليل، ومعروف طبعا هذا الشيء، انه اكثر المدن الفلسطينية شهرة بهذا النوع من الصناعات التقليدية القديمة. شو سبب هذه الشهرة بمدينة الخليل بالذات؟ وزي ما حكيت لأنها بتعود إلى قديم الزمان، وكان فيها عدة مصانع، وكانت يشتغلوا يكفوا حاجة فلسطين بأكملها. لما في حال يعني في الزمان اللي لم توجد فيه الكهرباء كانوا يستعملوا لمبات الكاز، ويستعملوا كاسات وكاسات الهواء هذه اللي بيستعملوها للحكمة. لهذا السبب اشتهرت مدينة الخليل بصناعة الزجاج. يعني الخليل كان حسب ما روي لي انه كان فيه 14 مصنع زجاج في حارة القزازين. الان كم مصنع للزجاج متواجد بالخليل؟ فقط مصنعين، تنين فقط. هو يعني برجع تقلص العدد للظروف السياسية اللي مرت فيها البلاد، لانه هذه صناعة يعني سياحي، وعدم قدوم السواح أدى إلى تقلص العدد إلى مصنعين فقط. بتحس صناعة الزجاج شارفت على الانقراض؟ والله بنأمل إنها ما تنقرض، لكن هو عزوف الشباب عن تعلم هذه الصناعة ممكن بهددها يعني للانقراض. لكن احنا بنعمل وبنشجع الشباب انهم يتعلموا هذه الصنعة ان شاء الله. لكن اكيد في اسباب اقوى تانية هي اللي بتخلي هاي المهنة مهددة بالانقراض. والله هذه الصنعة تحتاج الى يعني ناس يقدروا هذه الصناعة، لكن الظروف السياسية الموجودة وظروف الاحتلال وعدم قدوم السواح الى الخليل، هذا كله بأثر عليها يعني، كله بأثر سلبا على هذا الصناعة. طيب العاملين في هاي المهنة، أنا بعرف أنه في عندهم ظروف قاسية بتكون بالعمل، شو الظروف اللي هم بيعيشوا فيها في هاي المهنة؟ والله أكبر معيق أو أكبر ظرف قاسي هو حرارة الفرن. يعني هذا إنسان بيشتغل جنب فرن حرارته 1000 درجة 1100 درجة، يعني فإذا ما في عائد عالي اللي يتشجع ويجلس بجانب هذا الفرن ما بيشتغل في هذا الصنع. We'll be right back.
عن المنتجات اللي بينتجها المصنع من الزجاج، عبارة عن شو؟ والله جميع الأشكال، يعني هذه صنعة يدوية، كل شكل بخطر على بال الزبون نقدر نعمل مثله، كاسات، أباريق، مزهريات، صحون، جميع الأشكال. يعني في بالنسبة للألوان، في ألوان سادة وألوان زجاج مرسوم، زجاج نقول له احنا الفينيقي او الستايل الفينيقي. شو بيتميز هذا الستايل الفينيقي؟ هذا زجاج كان يصنع في قديم الزمان وتوصلنا له قبل 3 سنين فقط ورجعنا للعمل فيه. له لون معين او شكل معين يعني؟ طبعا الوانه بتميز، يعني الوانه بتتميز وجميله جدا. طيب خلينا نحكي عن التراث وهلا بصناعه الزجاج، قديش اختلف صناعه الزجاج من الماضي لهلا؟ اختلاف كبير، يعني طريقة عمل الفرن، النار كانوا يستعملوا الحطب، اليوم يستعمل الكهرباء والزيت، الأشكال اختلفت، صار في عدد كبير من الأشكال الجديدة. زمان على شو كان مقتصر صناعة الزجاج؟ أكثر لمبات؟ لمبات والكاسات الهواء، هدونا كانوا يعملوا الأساور للعرائس، كانوا يلبسوا الأساور، ما يلبسوا اليوم الذهب، بيشتروا الذهب. هذه الأشكال، لكن اليوم الأشكال تطورت والألوان، يعني صرنا نصنع ألوان أكثر وأشكال أكثر وأكثر دقة كمان. زمان شو كانت الألوان وهلأ شو كانت الألوان أو شو صار؟ بالزمان كان هو اللون التركوازي، الأزرق السماوي بيقولوا له، والأبيض، يعني هذه الألوان. اليوم في عدة ألوان، 5 ألوان، 6 ألوان، وفي الرسم على الزجاج، في زي ما حكيت الزجاج الفينيقي هذا اللي عملناه جديد. سبب يمكن يكون سبب من انقراض هاي المهنة، من أسباب انقراضها هو عدم قدوم السياح للخليل. ليش ما بتعملوا توعية للناس بأهمية هذه المنتجات في فلسطين، إنه الواحد يستبدلها في بيته بدل تحف تاني مستوردة من برا؟ التوعية موجودة، لكن أكون معك صريح، يعني ما بيجي بيشتري مزهرية بحطها في بيته إلا معاه زيادة فلوس. يعني الحالة الاقتصادية للناس في الضفة الغربية، نكون صريحين، يعني ما بتسمح لهم إنهم يشتروا أشياء مثل هذه الأشياء، لكن الله كريم، يعني تتغير الأوضاع مع الناس. مع نحكي عن العمال اللي عندك بالمصنع، قديش عدد العمال المصنع؟ والله العدد المفروض يكون يعني فوق 70-80 عامل، لكن في الوقت الحاضر من 7 إلى 10 موجودين فقط. وين بيتعلموا المهنة؟ بتعلم المهنة داخل المصنع، فقط داخل المصنع، لأنه هذه المهن، الحرف التراثية، يعني بيلزم يتعلمها وهو صغير السن. إذا ما تعلمها وهو صغير السن ما بينجح فيه، يعني لازم ترسخ بعقله، يراقب والده أو أخوه كيف بيشتغل، وزي ما بقولوها يشرب الصنع. طيب بتحس أنه اللي أجوا عندك هون بالمصنع أو يعني اللي اشتغلوا بهاي المهنة كان عندهم ميول للرسم والفنون؟ صحيح، إذا ما بيكون عنده ميول ما بينجح فيه، يعني هي صنعة فنية، وإذا ما كانش ما كان عنده ميول لهذه الصنعة اللي يقدر يصبر على تعب هذه الصنعة ما بنجح فيها. الرسومات اللي بتكون موجودة عادة على المنتجات الزجاجية بالمصنع، من وين تيجي الرسومات اللي عليها، مستوحاة من وين؟ هو يعني بنحاول نقلد الرسومات الإسلامية القديمة، وتجي أيضا حسب رغبة الزبون، يعني بعض الزبائن برغب رسمة معينة بنرسم له إياه. أكثرها عن شو بتكون، عبارة عن شو؟ والله أكثرها هي ورود وأشياء من ورود، كتابات إسلامية، آيات من القرآن الكريم.
طريقة صنع الزجاج إنه العامل أو الفنان خلينا نحكي إنه البطول أو بيخرج قطعة من الزجاج على طرف أنبوب وبطريقة معينة بشكلها بنفخها بطولها بضع بنقولها الحية على دائرة المزهرية بضع لها إذنين حسب الشكل اللي بيرغب إنه يعمله فقط يعني ما بيستعمل أي نوع من القوالب. بتم تصدير منتجات المصنع للخارج؟ وهذا اللي خلى المصنع يوقف على رجلي يعني إنه في تصدير للخارج الحمد لله يعني وهذا اللي خلانا نقدر نستمر في هذه الصنع. وفي شغلة يعني مهمة أيضا إنه ما قدروا يقلدوا صناعتنا من برا أو ما قدروا يستوردوا مثل يعني استوردوا بعض الأشكال لكن كقيمة فنية ما نافست. في مناشدة معينة حاب تحكيها من خلال الحلقة خاصة بالصعوبات اللي بتواجهكم بفلسطين؟ والله المناشدة إنه العمل على قدوم السواح للخليل وضع الخارطة السياحية لأنه أكبر شيء أثر على الخليل إنه وجود شارع التفافي إنه السواح بتصل للحرم الإبراهيم عن طريق هذا الشارع زي ما حكينا يعني اللي هو وجود تقسيم الخليل وعدم قدرة السواح إنهم يعبروا من وسط الخليل هذا أثر تأثير كبير يعني مش فقط على زي ما بنعرفه بتعرفوا في الخليل صناعات تراثية كثيرة منها الزجاج ومنها الخزف ومنها وهذه كل جميعها تأثرت في هذا بالطرق الالتفافية اللي فقط تقتصر على زيارة الحرم وبرجع السائح للبيت لحم أو للقدس. سؤال الأخير شو رأيك بهاي المهنة مهنة صناعة الزجاج؟ يمكن أكثر مهنة في أنا بحبها لأنه أنا اشتغلت فيها وهي مهنة صحيح بتمثل تراث بتمثل تاريخ بتمثل صنعة حلوة أنا اشتغلت على الفرن أو بجانب الفرن 20 سنة كل ما يكون في وقت فراغ براقب اللي بيشتغلوا وبتستمتع في مراقبتهم بصناعة الزجاج. تتجول في معرض مصنع للزجاج في فلسطين تعود لمئات السنين فترى عبق الماضي وإرث الأجداد المكان أشبه بمتحف للقطع النفيسة. مشاهدينا لهون نكون وصلنا معكم لنهاية الحلقة بنشوفكم بحلقة جديدة. Thank you.